بيصير مقاطعة. أنا بهنيكم من قلبي وبالكون مبروك علينا مستشارية الأمن القومي. دولتنا لقيت إنه من المناسب كل وحدات المخابرات تشتغل بالتنسيق مع هاي المستشارية، والوحدات اللي مانا موجودة على هاي الطاولة بتنعد ملغية. المسؤولين اعتبروني مناسب لهذا الموقع وبقدر دير كل فروع المخابرات. وأنا لليوم ما خجلتن أبداً بأي شيء بشغلي، وما رح خجلهم هلأ، ورح يكون التنسيق بين كل فروع المخابرات من خلال هاي المستشارية وبس. وشلون رح يتم هالتنسيق؟ مع حدا على هالطاولة مو مختلف مع التاني؟ أنا تكلفت بهاي المهمة لحتى ينتهي هذا الصراع، وشو بتطلب مني هاي المهمة أنا بعمل. يعني مثلاً شو فيك تعمل معي أنا؟ هلأ في براسي شغلي بس واحدة بقدر إلك ياها، هي ألف مبروك على زواجك وأنا بهنيك. بما أنك بتعرف هالمعلومة معناتها بلشت بمهمتك. اعتبارا من هاي اللحظة أي شي بيصير بهاي البلد لازم أعرفه، لأنه بيهمني حتى لو كان صغير، وكل واحد فيكن قاعد على هاي الطاولة بيهمني ولازم أعرف كل شي عنه. يا أما منشتغل بالتعاون مع بعضنا كلياتنا وإيدينا بإيدين بعض مشان أمن وسلامة البلد، يا أما شو؟ أحكي ليش ساكت؟ يا أما بتستقيل وبتطلع من تحت حصانة وحماية الدولة، ولازم تسلم كل شي عندك، السلاح اللي حامله على خصرك، المعلومات، الوثائق، المصاري اللي بين ايديك لازم تسلمنا اياها كلها. يا اما بدك تطيعني يا اما بتكون متمرد علي. انت مفكر انه نحطوك سلطان؟ يا سيد مراد اتركه يا حرس، دعونا هون بسرعه.